إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فإن أعظم الخلق نصحا للخلق هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقد صدق الله العظيم إذ قال في محكم التنزيل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن حرصه صلى الله عليه وسلم ورحمته ورأفته بهذه الأمة أنه صلى الله عليه وسلم دلهم على كل خير ليعملوه، ونهاهم عن كل شر ليجتنبوه، لأن ذلك هو تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى، وهو سبب النجاة من النار ودخول جنات النعيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم من نصحه لهذه الأمة أنه أوصى هذه الأمة بوصايا من أجل أن يتمسكوا بها ويعملوا بها. وهذه الوصايا إما أن تكون عامة لهذه الأمة، وإما أن يخصص النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بمثل هذه الوصايا، وهي لهم وللأمة عامة. ممن خصصه صلى الله عليه وسلم ببعض الوصايا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. فمعاذ بن جبل رضي الله عنه هو من خير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الناس بالحلال والحرام، وروي أنه يحشر يوم القيامة في زمرة العلماء. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه له مزية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقربه، كان يحبه، بل أقسم صلى الله عليه وسلم على حبه، وكرر ذلك تأكيدا فقال له: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حله وترحاله، وكان صلى الله عليه وسلم يردفه معه إكراما له. فمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه قد خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الوصايا العظيمة، وهي له وللأمة كلهم. ومن ذلك يا عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ، لا تكن فتانا. وهذا الحديث أصله في الصحيحين، وذلك أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم. وفي ذات مرة صلى بهم معاذ رضي الله عنه وأرضاه وأطال الصلاة، حتى أن رجلاً أتم صلاته لنفسه فخرج من الصلاة من أجل أن لا يضيع ماله، فقالوا: نافق الرجل. فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالخبر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة عظيمة وعظ بها معاذ رضي الله عنه، وقال له: يا معاذ، أفتان أنت؟
أفتان أنت؟ وقال له: أيكم أما الناس فليخفف، فإن من ورائكم الصغير، فإن من ورائكم الكبير وذا الحاجة. وفي رواية هذا الحديث قال له: يا معاذ، لا تكن فتانا، فإما أن تصلي معي وإما أن تصلي مع قومك. ففي قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لا تكن فتانا فيه وصية، فيه وصية لمعاذ ألا يكون سببا للفتنة. والفتنة المراد بها في هذا الحديث هو تنفير الناس عن الصلاة وبعدهم عن صلاة الجماعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذا بهذا، وهي وصية لكل هذه الأمة. فكل إمام هو مأمور بهذا الحديث بأن يخفف على الناس وألا يشق عليهم فيفتن الناس في الصلاة. ولكن يا عباد الله، علينا أن نفهم هذا الحديث فهما كما فهمه معاذ وغيره من الصحابة، وذلك أن كثيرا من النقارين يستدل بهذا الحديث على أئمة المساجد من أجل أن ينقروا لهم الصلاة نقرا. والرد على هؤلاء من وجهين: الوجه الأول أن أعظم من يمتثل هذه الوصية هو من قال هذه الوصية، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أخف الناس صلاة، كما قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة وأتم من محمد صلى الله عليه وسلم. فهو أخف الناس صلاة صلى الله عليه وسلم، وأتم الصلاة، وأتم الصلاة هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان يقرأ بهم في صلاة الفجر بطوال المفصل. وطوال المفصل من قاف، وقيل من الحجرات، إلى المرسلات، وقيل إلى النبأ. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ في كل ركعة سورة كاملة. فقد كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر بطوال المفصل، فقد يقرأ في الركعة الواحدة بسورة قاف، وفي الركعة الثانية بسورة الواقعة، وهكذا. وهذا لا يعد تطويلا أبدا. وفي بقية الصلوات كصلاة الظهر والعصر والعشاء كان يقرأ بأواسط المفصل صلى الله عليه وسلم في الغالب، وهي من النازعات إلى سورة الضحى. وفي صلاة المغرب كان يقرأ في الغالب بقصار مفصل، وقد يقرأ بغير قصار مفصل. فقد ثبت عنه أنه قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف، وقرأ بسورة الطور، وقرأ بسورة المرسلات. وكل ذلك فعله صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أخف الناس صلاة، ومع ذلك كان يقرأ بهذه السور في صلواته كلها. والوجه الثاني، الوجه الثاني في الرد على النقارين الذين يريدون الخلاص من هذه الصلاة ويستدلون بحديث معاذ ويقولون: أفتان أنت يا فلان، أفتان أنت يا يا فلان. فيقال لهم: هل تعلمون ماذا قرأ معاذ رضي الله عنه عندما صلى بالصحابة صلاة العشاء؟ قرأ بهم سورة البقرة كاملة، قرأ بهم سورة البقرة، سورة البقرة كاملة حتى شق على الناس. فكيف يستدل مستدل بإنكار النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ بإمام يقرأ وجها أو نصف وجه نحو ذلك قليلا أو يزيد؟ فهذا استدلال بغير محله. فمن قرأ وجها زاد ذلك أو نقص قليلا فإنه موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أنه قال لمعاذ: يا معاذ، أتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد بإسناد الرجال وثقات. وهذا الحديث
جاء عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اتق الله حيثما كنت، واتبع الحسنة السيئة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وجاء بنفس هذا اللفظ عن معاذ ولكنه ضعيف، وإنما صح بلفظ: يا معاذ أتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فهذه وصية عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه، وهي للأمة كلها: أتبع الحسنة، أتبع السيئة الحسنة تمحها. فالسيئة لا بد أن يعملها المرء، كتب ذلك على ابن آدم كما قال صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، إلى آخر الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فالخطأ واقع، واقع من بني آدم، ولكن على المرء أن يتبع السيئة الحسنة، وأن يستكثر من الحسنات حتى تمحى السيئات، كما قال سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. قال: وخالق الناس، وخالق الناس بخلق حسن. وهذه وصية عظيمة، لأن التعامل مع الخلق بالأخلاق الحميدة والآداب الفاضلة من أعظم ما يدخل المرء يوم القيامة جنات النعيم، ويبعدهم عن نار الجحيم. فإن حسن الخلق مما تثقل به الموازين يوم القيامة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن من أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فعلينا أن نعتني بهذه الوصية العظيمة: أتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد، فمن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه ما قاله معاذ رضي الله عنه وأرضاه، قال: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت يوما قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، يا رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنة وينجيني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فالتوفيق يا عباد الله هو بيد الله سبحانه وتعالى، فلن يستطيع المرء وإن بذل كل الأسباب وإن عمل كل الأعمال أن يصل إلى مراده ومقصوده إلا أن يوفقه الله سبحانه وتعالى ويعينه عليه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ومن لم ييسره الله عليه فهو أشق عليه من حمل الجبال. وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. فأوصاه بأركان الإسلام العظيمة، لأن عليها مدار الإسلام، فمن قام بهذه المباني العظام قام بهذا الإسلام. ولذلك أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأركان العظيمة، ثم قال له صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قوله سبحانه وتعالى:
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فأوصاه على أبواب الخير وجماع الخير، وهو الصوم والصدقة والصلاة، فعلينا أن نحرص عليها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بها، وأنها هي أبواب الخير. وقوله صلى الله عليه وسلم أنها أبواب الخير، أي أن من التزم هذه العبادات فتح له غيرها من العبادات والطاعات. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال له صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث، وأوصاه بوصية عظيمة حري بنا جميعا أن نعمل بهذه الوصية وأن نوليها اهتماما عظيما، قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ وأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا، كف عليك هذا، أي كف هذا اللسان عن المحرمات. فقال معاذ رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم. فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فاللسان اللسان هو الذي يورد العبد موارد الهلاك إن لم يستعمل هذا اللسان في طاعة الله سبحانه وتعالى. فاللسان تجري عليه الغيبة، تجري عليه النميمة، ويجري عليه الكذب، وتحدث بسببه الفتن والحروب والآفات. فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا اللسان، لأن اللسان هو مورد المهالك لمن لم يستعمله في طاعة الله سبحانه وتعالى. فاللسان اللسان، احرص يا عبد الله على أن يكون لسانك ذاكراً شاكراً عابداً لله سبحانه وتعالى، فإن تركت ذلك جاءك ضده، وهو معصية الله سبحانه وتعالى. ومن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، وهي وصية عظيمة، وصية جليلة، صدرها النبي صلى الله عليه وسلم بالقسم على محبة معاذ رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، أوصيك لا تدعن دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا الحديث يا عباد الله حديث عظيم، حديث جليل، فوائده عظيمة وفوائده جليلة، ولا يسع المقام أن تذكر جميع فوائده وجميع أحكامه، ولكن حسبنا ببعض ذلك. ففي هذا الحديث العظيم صدر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصية بإظهار المحبة، من أجل أن ينتبه معاذ رضي الله عنه وأرضاه إلى هذه الوصية العظيمة، ويعرف قدره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذلك أدعى للاستماع وأدعى للعمل بما وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. ودليل المحبة النصيحة والدلالة على الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلذلك أوصاه وصرح بالوصية فقال: إني أوصيك لا تدعن دبر كل صلاة. ودبر الصلاة يراد به آخر الصلاة قبل السلام وبعد السلام، فلو قال هذا الدعاء قبل السلام أو قاله بعد السلام فالأمر في ذلك واسع. وقد ذهب بعض المحققين من أهل العلم، وهو الصواب إن شاء الله، أن المراد بدبر الصلاة إن كان دعاءً فهو قبل السلام، وإن كان ذكرًا فهو بعد السلام،
واستدلوا بأدلة من الكتاب والسنة، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عندما علم الصحابة التشهد قال: ثم ليتخير أحدكم من الدعاء ما شاء. فدل على أن الدعاء يكون قبل السلام، وقبل السلام هو موضع دعاء وموضع استجابة، ويغفل عنه كثير من الناس. وأما بعد السلام فالمراد به الذكر، كما قال سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فدل على أن المراد بالدبر يعني دبر الصلاة، إن كان دعاء فهو قبل السلام، وإن كان ذكرا فهو بعد السلام. والأمر في هذا واسع، فلو قاله قبل السلام أو بعد السلام فإنه وافق السنة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالإعانة من الله، الإعانة من الله، وطلب الإعانة من الله هو إظهار الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. فلولا عون الله ما صمنا ولا صلينا ولا ذكرنا ولا شكرنا، ولكن هو عون الله ومحض فضله على عباده أن يوفق عباده للطاعات وعمل الصالحات. أما أن يعتمد الإنسان على قوته وعلى ذكائه فإن ذلك خذلان عظيم. فالتوفيق من الله، والعون من الله، والمرء يسأل ذلك من الله سبحانه وتعالى: أعني على ذكرك وشكرك. جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الذكر والشكر، والذكر والشكر كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قاعدتان عليهما مدار الدين. وقال رحمه الله، وقال رحمه الله تعالى: الذكر والشكر جماع السعادة والفلاح. وهو كما قال الله سبحانه وتعالى: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فالذكر يا عباد الله عبادة عظيمة، وهو أيسر الطاعات وأصعب الطاعات، أيسرها على اللسان، ولكنه صعب على من لم ييسره الله سبحانه وتعالى عليه. وقول ابن القيم رحمه الله أن الذكر والشكر عليها مدار الدين، وأنها جماع السعادة والفلاح، المراد بالذكر والشكر هو بمعناه العام المتعلق بالقلب وباللسان وبالجوارح. وقال بعضها العلم إن هذا الحديث دليل لأهل السنة على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالذكر وهو عبادة غالبا تكون على اللسان، وأمر بالشكر والشكر غالبا يكون بالجنان، وأمر بحسن العبادة وهي غالبا تكون في الأركان. وإن كان المعنى العام يشمل هذه كلها على القلب واللسان والأركان، فعلى المسلم أن يكثر من ذكر الله عز وجل ومن شكره، ويسأل الله العون على ذلك. وقال: على حسن عبادتك، وذلك لأن العبادة إذا لم تكن حسنة فإنها مردودة. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالمدار على حسن العبادة والعمل لا على كثرته. وحسن العمل ما توفر فيه شرطان: إخلاصه لله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك لا يكون إلا بالعون والتوفيق، من بيده أزمة الأمور ومن بيده العون والتوفيق، وهو الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نكثر من هذا الدعاء، علينا أن نكثر من هذا الدعاء في الصلاة وفي غير الصلاة، لعل الله عز وجل أن يوفقنا إلى ذكره وشكره وحسن عبادته. وهذا الحديث يا عباد الله تناقله العلماء ورواة الحديث وصدروه بالمحبة، وهو يسمى بحديث المحبة، وذلك لأن كل راوي لهذا الحديث يقول لمن يروي له الحديث: إني لأحبك ف
فلا تدعن في دبر كل صلاة إلى آخر الحديث. وقد روينا هذا الحديث، ونقول كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ، وكما قال معاذ لمن رواه عنه، وكما قال الرواة لمن رووا عنهم: إننا لنحبكم. فلا تدعوا في دبر كل صلاة أن تقولوا: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا جماع الخير، وجماع الخير أن تكون في جنات النعيم وتنجو من نار الجحيم، وهذا الدعاء يجمع لك ذلك كله. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، دمِّر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيِّد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم أيِّد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم ارزُقه البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدلُّه عليه يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.